السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، أهلا بكم مع الدرس 80 من دروس تعلم اللغة التركية للناطقين بغيرها للأجانب. يابانجلر إيشين تركشا، إسطنبول كتاب جبير، المستوى المتقدم. وصلنا الآن إلى قسم اليازمة، قسم الكتابة، كتابة الموضوع من الوحدة الثانية القسم الثالث، يعني آخر موضوع في الوحدة الثانية. عن ماذا سوف نكتب موضوعا؟ أشادكي konularla من الموضوعات التي في الأسفل. ilgili ne düşünüyorsunuz؟ ماذا تظنون؟ ماذا تفكرون فيما يتعلق بالمواضيع التي في الأسفل؟ birini seçerek باختيار أحدها. düşüncelerimizi yazalım، لنكتب yazalım düşüncelerimizi أفكارنا. سنكتب موضوعا عن ماذا؟ أولا gerçek aşk nedir؟ gerçek aşk nedir؟ ما هو الحب الحقيقي؟ ومتى نقول عن الشخص أنه عاشق ومتى نقول عنه أنه مهووس بهوس لحظي؟ هذا الموضوع الأول. أو إذا أردتم فتستطيعون أن تكتبوا عن إلك أشك unutulur mu؟ إلك أشك unutulur mu؟ هل من الممكن أن ينسى الإنسان حبه الأول؟ أو الموضوع الثالث عن أشكن جوزو كور مدر، أشكن جوزو كور مدر، هل عيون العشق عمياء؟ هل العاشق أعمى؟ هل الحب أعمى؟ لماذا؟ نبدأ بمقدمة نتكلم بها عن العشق بشكل عام، ثم ندخل في التفاصيل، ثم نكتب الخاتمة والخلاصة. إذا وجدت نفسك أو وجدت نفسك لا تستطيعين الكتابة، فاسأل أو اسألي نفسك يعني الموضوع سؤالا ثم أجيب عنه. مثلا الموضوع الأول جرتشك أشك نذر. أولا نتكلم عن العشق بشكل عام، عن الإحساس بالحب، ثم نتكلم هل الحب ينقسم إلى جرتشك أولان وجرتشك أولمايان، حقيقي وغير حقيقي؟ هل الحب ينقسم إلى جيتشيجي هوس، هوس لحظي، وإلى gerçek aşk kalıcı sevgi، وما الفرق بينهما؟ ثم يعني إذا أردنا أن نطيل الموضوع وهذا أفضل، نذكر قصة. مثلا نذكر قصة أحدهم كان عنده عبث بالعشق، يحب ساعة ويترك ساعة، geçici aşk، ونذكر قصة أحدهم عاشق حقيقي من وجهة نظرنا. يمكن أن نغني الموضوع بقصة نكتبها. أيضا إلك أشك أونوتولور مو، نتكلم عن ماذا نفكر في هذا الموضوع. وإذا قلنا أونوتولور ندن أونوتولور، لماذا ينسى؟ وإذا قلنا أونوتولماز، لماذا أونوتولماز، لماذا لا ينسى؟ وكيف يمكن أن ينسى؟ وهكذا. هذا نعم. الآن موضوع الكونوشما هو موضوع ممتاز جدا. يقول لنا أشادكي أشك إلى الجليس أزلو سوزلرا بكلم، لننظر إلى الحكم التي في الأسفل المتعلقة بالعشق. أشك إلى الجلي متعلقة بالعشق، أزلو سوزلر، سوزلر كلمات، أزلو زبدة، زبدة الكلمات. بكلم لننظر، لننظر إلى هذه الحكم التي في الأسفل. هانجينا هانجيسينا كاتليورسونوز، إلى أي واحدة منها تنضمون تشاركون تؤيدون؟ ندن لريلا أتشكليالوم، لنشرح مع الأسباب. هل أنت مع هذه الحكمة؟ هل تؤيدها؟ ولماذا؟ اكتبوا ذلك في تعليق. هذه الحكم أمامنا كم حكمة؟ 10 حكم. هذه 10 حكم يجب أن تحفظ جيدا، لأنها من أجمل الكلام ونستطيع أن نزين بها كلامنا. الحكمة الأولى birinci özlü söz هي لمولانا. مولانا diyor ki، ماذا يقول مولانا جلال الدين الرومي؟ يقول aşkı aşktan başka bir şey söndürmez. Aşkı aşktan başka bir şey söndürmez. Aşkı aşktan başka bir şey söndürmez. La yutri'ul hubba illa'l hub. La yutri'ul ishqa illa'l ishq. İza aradta an tansa shakhsan tuhibbahu falan tastati'a an tansahu illa iza ahbabta shakhsan jadidan. Al qalb la yumkinu an yabqa farighan. Fa iza aradta an tukhrij minhu ahadahum fayanbaghi an tad'a ghayrahu fi qalbik hatta tastati' an تزيل الحب القديم. هذا كلام جلال الدين رومي. سيزجا بو أز بو سوز دورمو
yanlış mı? Doğru ise neden? Yanlış ise neden? برأيكم هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ إذا كان صحيح فلماذا؟ إذا كان خطأ فلماذا؟ اكتبوا هذا في تعليق. لا ينسي العشق إلا العشق. أشق أشقتان باشك بشيء سندر ماز. لا يطفئ الحب إلا حب جديد. إكينجي سوز. إكينجي أزلو سوز. إكينجي أزلو سوز. الحكمة الثانية. تقول من قالها؟ غانشارا غانشاروف. غانشاروف ديور كي نديور. Aşkı akılla yenmek mümkün değildir. Aşkı akılla yenmek mümkün değildir. Leysa minel mümkün en nehzimel işqa bil akli. El akıl la yehzimul işq. Aşkı akılla bil akli yenmek hez intisar mümkün değildir. Leysa minel mümkün. Leysa minel mümkün. İntisar ala el işq bil akli. العقل يفقد السيطرة عندما يثور القلب. سيزجا بوسوز دورو مو يانلش مو دورو إسا ندن يانلش إسا ندن أشك ماينز اشرحوا ذلك في تعليق. إذا كانت صحيحة فلماذا وكانت خاطئة فلماذا؟ يعني لا يمكن أن نتعلق أن نتغلب على العشق بالتفكير، بل لابد كما قال مولانا جلال الدين الرومي لابد للعشق إذا أردنا أن نزيله أن يزيله عشق آخر، لأن العقل إذا عمل القلب فإن العقل يتجمد أو يتوقف. الحكمة الثالثة تقول أشك إكي إكان بير أولماك ديمكتر. فيكتور هوغو ماذا قال؟ أشك هو يعرف العشق، العشق ديمكتر، العشق يعني إكي إكان بير أولماك. إكي إكان بير أولماك، إكي إكان بينما نكون اثنين بير أولماك نصبح واحدا ديمكتر. العشق أن نكون اثنين جسدين لكن بير olmak روح واحدة. أشك إكي إكن بير olmak demektir. العشق أن نتحول من شخصين إلى شخص واحد، يعني روح في جسدين. دورو مو يانلش مو دورو إسندن يانلش إسندن. صحيح أم خطأ؟ إذا كان صحيح فلماذا؟ وإذا كان خطأ فلماذا؟ يروم لردا أتشك لينز اشرحوا هذا في تعليق. الحكمة الرابعة تقول حقيقي أشك اضطراب شكر وسيسيزدر. حقيقي أشك اضطراب شكر وسيسيزدر. أوسكار وايلد هكذا. الحب الحقيقي اضطراب شكر، يعني يصبح فيه معاناة وسيسيزدر وصامت. العاشق الحقيقي لا يتكلم، لا يصرخ، لا لا، بل هو يتجرع مرارة الألم بصمت. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ لماذا؟ حقيقي أشك اضطراب شكر وسيسيزدر. الحكمة الخامسة أشك وأكسرك ساكلانماز. أشك وأكسرك أكسرك ساكلانماز. العشق والسعال لا يمكن إخفاؤه. إذا الإنسان أتته السعلة فمهما حاول فلن يستطيع أن يخفيها، وإذا أصيب الإنسان بالعشق فلن يستطيع أن يخفيه، وهذا كما يقول شاعر كما يقول شاعرنا أخفي الهوى ومدامعي تبديه وأميته وصبابتي تحييه ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه. أشك وأكسرك سك لن مز. العشق والسعال لا يمكن إخفاؤه. قال هذا جورج هربرت سيزجا بودورمو يانلش مو doğru ise neden, yanlış ise neden, اكتبوا ذلك في التعليقات. Yorumlarda açıklayınız. الحكمة السادسة altıncı özlü söz ماذا تقول؟ İnsan kalbindeki gerçek aşk dört nala giden bir attır. Ne dizginden ne ses dinler. Ne dizginden anlar, ne ses dinler. من قال هذا الكلام؟ كونفوشيوس. كونفوشيوس وصل عنا. طيب ست أشك قلبين دكي جرشك أشك عفوا إنسان قلبين دكي جرشك أشك. العشق الحقيقي في قلب إنسان دورت على جدان بير أتر هو حصان يذهب بأربع أقدام، يعني حصان سريع بأربع أقدام. نديزجين دن أنلر لا يفهم من الديزجين. ديزجين هو نقول له باللغة العربية الرسن. لا يفهم من الرسن نسيس دينلار ولا يسمع صوتا. العشق الحقيقي هو حصان هائج
لا يتقيد برسن، لا يلجمه رسن، ولا يسمع صوت. يعني الإنسان إذا عشق يصبح خارج عن القيود والسيطرة. Bu doğru mu yanlış mı? Doğru ise neden, yanlış ise neden, açıklayınız. Yedinci özlü söz el hikme sabi'a tekul, insan ne kadar büyük ruhlu olursa aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ressam meşhur. İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa الإنسان بقدر ما يكون كبير الروح أشك أو كدر ديرين بشكل دا ديار أشك أو كدر بهذا الحجم ديرين بشكل دا بشكل عميق ديار يشعر. كلما كانت روح الإنسان أكبر كلما كان عشقه أعمق. سيز جابو سوز دور مدر يانلش مدر دور إساندن يانلش إساندن يروم لردا أتشتلينز. صحيحة أم خاطئة؟ إذا كان صحيحة لماذا؟ إذا كان خاطئة لماذا؟ اشرح هذا في التعليقات. سكيزينجي أزلوسوز سكيزينجي حكمة الحكمة السادسة ماذا تقول؟ gerçek aşktan ne vefa vardır ne cefa. gerçek مولانا gerçek aşkta في الحب الحقيقي ne vefa vardır ne cefa. لا يوجد وفاء ولا جفاء في الحب الحقيقي. إذا الإنسان عشق حقا فإنه لا يهتم بأي شيء آخر. gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa. sizce doğru mu yanlış mı açıklayınız işrahı. طيب الحكمة التاسعة تقول aşk gözle değil ruhla görür. العشق لا ينظر بالعيون بل ينظر بالروح. aşk العشق gözle değil ليس بالعيون ruhla görür يرى بالروح. العشق يرى ينظر لا بالعيون بل بالروح. هذه ويليام شكسبير. هل هذه الحكمة صحيحة أم خاطئة برأيكم؟ العاشرة الحكمة العاشرة تقول aşk bir güneşe benzer, aşık olmayan gönül bir katı taşa benzer. aşk bir güneşe benzer. العشق يشبه الشمس. aşık olmayan gönül aşık olmayan gönül el kalbu lezi la ya'şak bir katı taşa benzer yüşbihu el hacer salb. Katı, salb, taş, hacer benzer yüşbih. Aşk güneşe benzer, aşık olmayan kalp av gönül bir katı taşa benzer. Men lezi qalaha Yunus Emre. العشق شمس والقلب الذي لا يعشق هو حجر صلب. انتهت حكم هذا الدرس. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نتحدث عن بعض عادات الزواج عند الشعوب. درس كوميك مضحك جميل جدا. كولتر دان كولترا. وهذه أجمل فقرة من فقرات كل وحدة. في نهاية كل وحدة من الوحدات تأتينا هذه الفقرة وتعني من ثقافة إلى ثقافة. نتجول بين الثقافات ونسمع ما يقولون. لا تنسوا كتابة الحكم، كتابة الموضوع، شرح الحكم في تعليق، أو هل katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz, هل تؤيدونها, لا تؤيدونها، ونedenleri yazınız واكتبوا أسباب ذلك. لماذا تؤيدون هذه الحكمة؟ لماذا لا تؤيدها؟ ولماذا؟ دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.